رجعنا لكم تاني مع فقرة بقى تقيلة، فقرة كده تهم كل ست بتتفرج علينا. معانا دكتورة محسساني بالهدوء النفسي، وبجد يعني متخيلة ان انا لو معاها في اوضة الكشف فانا مش هبقى متوترة، واحس ان حتى لو البيبي فيه مشكلة الدنيا تمام وكل حاجة حلوة، بما اني ظروفي طبعا تدل على كده، فيعني ده احساسي. معايا ومشرفاني دكتورة كريمة البيلي، اخصائية امراض النساء والتوليد وعلاج العقم، واخصائي التجميل النسائي. اهلا بيكي. عامله ايه دكتور؟ الحمد لله. اهلا بيكي والساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني ايه تجميل نسائي بس عشان انا اول مره اسمع الجمله دي؟ تجميل نسائي بقى اللي هو احنا التجميل دخل في كل حاجه، فاحنا دلوقتي مع تقدم العمر وان الجلد يبدا يتغير شكله بالنسبه للمناطق الحساسه، فاحنا عملنا حاجات كتير جدا جدا بتفرق مع الست خالص، يعني ان احنا ازاي نعمل فيلر ونعمل بوتوكس ونعمل نحقن بلازما. مش في وشنا. لا مش في وشنا. لا خالص. عشان الناس بس تستوعب. لا ده ما يخص النساء في المناطق الحساسه. ده نتيجه بقى الولاده ونتيجه الحمل والمشاكل. واحنا طبعا الست ما بتكبرش. ايوه طبعا احنا ما بنهتمش، يمكن مؤخرا بقينا نحاول نهتم بالاماكن اللي مش متشافه كمان. بالظبط بالظبط، وده بيفرق كتير جدا جدا يعني. طب ايه الحاجات اللي بتعملوها يعني برضو؟ يعني انا اقصى حاجه اوصل لها ان انا عندي خطوط تمدد فهشيلها. خطوط التمدد ده خاصه بالولاده، يعني احنا بناخد الست على بعضي كده نولدها ونقول لها تعالي بقى نظبطك بعد الولاده. حلوه قوي. هتعملوا لي ايه؟ انا بسالك مصلحتي. لو احنا هنولد، لو ست بتولد ولادات طبيعيه وكان في اكتر من مره ولاده طبيعي، فاحنا بيحصل اتساع شويه في قناه المهبل، ودي يعني بتبقى غير مرضيه بعد كده. فاحنا في عندنا كذا حاجه ممكن نعملها، ممكن نستخدم جهاز سونار بتردد عالي اسمه الهايفو، او نستخدم ليزر. ده تمام. بيرجع المكان زي مكان تاني. ولا فعلا خالص دي اكتر بجلسة حاجه بجلسة بتشتكي واحدة منها وما بتبقاش عايزه تولد طبيعي بسببها. بالظبط كده. بالظبط. طب ده حلو قوي. لو ده احنا هنولد قيصري بقى العلامات والتمددات دي بعديها برضو بيتعمل الهايفو بيستخدم، بس ممكن يحتاج اكتر من جلسه. ده محتاجه اجي في وقت معين يعني تبقى لسه الخطوط ما بقتش صعبه؟ لان احنا عندنا الخطوط بتاخد لونين، اللون الاحمر اللي لسه التمدد يعني جديد، لكن لما تقلب للون الابيض لا ده بتاخد وقت اكتر. بس هتروح الابيض صعب، هتروح بنسبه 50%، لكن الاحمر هتروح خالص. بس يعني نص العمل يا دكتور. يعني والدين قبل كده وتاني، فخلاص انا لازم نرجعك تاني شباب. انا بحبك يا دكتور. بصي خلاص بصوا يا جماعه انا هطلع اولد واطلع على الدكتور على طول. لا بجد والله عاجبني الفكره، يمكن انا اول مره في حياتي اسمع عن حاجه زي كده. يعني عارفه في حاجات زي كده موجوده بس في مراكز تجميل، ما هو مش عند دكتوره نساء. عند دكتوره نساء بقى الموضوع بيبقى مختلف شويه، لان انت دي دكتورتك اللي انت متعوده عليها ومتابعه معاها 9 شهور وولدتي معاها، فانت لما هتروحي بقى مش مكسوفه ومش متضايقه. بالظبط. يعني راحه نفسيه بتتكلمي معاها بصراحه، سواء حاجات خاصه يعني مش كل حاجه هتعرفي تتكلمي معاها في مركز تجميل. وبعدين حضرتك فاهمه ايه اللي حصل نتيجه الولاده. بالزبط. الدكتور بالزبط. التجميل هو هقول يعني اللي انا هقوله هيعمله لي، لكن هو مش بالزبط. فاهم بالزبط. ايه اللي حصل فعليا. هو هيفرق معايا دكتور التجميل الوش، الخطوط، الحاجات اللي باينه اللي بره اللي بره. الشكوى الثانيه دي هي مش هتقولها له، هي لازم هتقولها للدكتوره، هي مش هتعرف تقولها له بنفس الطريقه يعني. طب ده حلو قوي. طبعا بعد كده ان شاء الله اي واحده هتولد معاكي هتعملي لها جلسات باكج كده على بعض تظبطيها. عيني. ندخل برضو في موضوع حلقتنا النهارده، الحمل الحرج. تمام. يعني ايه حمل حرج؟ يعني ايه حمل حرج؟ حمل حرج ده اسم بنستخدمه الاطباء عشان نتفادى ان الام او الجنين يحصل لهم اي مخاطر اثناء الحمل، اثناء الولاده، او تكون الست من قبل الحمل عندها مشكله. يعني انا يا اما عندي مشكله قبل الحمل، حصلت اثناء الحمل وتطورت فاحنا بنوقفها، او اثناء الولاده. يعني انا ممكن اكون داخله الحمل زي الفل ما فيش حاجه والحمل يتحول لحرج. بالظبط. طب ايه الامراض اللي بيندرج تحتيها بقى كلمه حمل حرج دي؟ لو احنا قبل الولاده يعني قبل الحمل اصلا بيبقى عندنا كذا حاجه، كذا مرض الست اوريدي، مثلا عندها امراض في القلب، عندها ضغط عالي. الضغط الضغط مهم يعني قبل الحمل حاجه، ولو حصل اثناء الحمل دخلنا في تسمم حمل، وده ليه خطوره طبعا ان هو يحصل مع الولاده تشنجات، يحصل خطوره على البيبي ممكن تؤدي الى وفاه الجنين، وده احنا بنحاول ان احنا نوقف الحاجات دي تماما، لان الحاجات دي بتحصل بعد الاسبوع ال 20 في الحمل، يعني مش بتحصل من اول الحمل. يعني انا مش لازم من اول ما ابقى حامل ضغطي يبقى عالي؟ لا في النص هيحصل كارثه كده. بالظبط. الاسبوع ال 20 يعني من بعد الشهر الخامس. طب انا ممكن ما احسش ان ضغطي عالي يعني اثناء الكشف او اثناء فحوصات معينه الاقي الضغط عالي؟ ما هو احنا بالظبط كده، عشان كده احنا بنقول الحمل الحرج هي مش بتروح زي متابعه الحمل العاديه كل شهر، لا
احنا ممكن نجيبها كل 10 ايام كل اسبوعين، بيختلف تماما المتابعه. فعلا؟ طبعا. انا لغايه لما بنحدد نوع الولاده، احنا نوع الولاده مش زي برضو الحمل العادي، يعني احنا المفروض ان لو ست اول مره تحمل وحملها طبيعي طبيعي هنستنى للطبيعي، هنستنى للطبيعي لان هو ده الصح ليها، او لو وضع البيبي خلاص مضطرنا الا لو في مشكله. لكن احنا الحمل الحرج من الاول لا، نوع الولاده هيفرق معايا، يعني لو ست عندها سكر حجم البيبي ده بيبقى كبير جدا فهيعوق الولاده الطبيعي. السكر بيخلي حجم البيبي كبير اكتر من 4 كيلو ياه، ونبقى مبسوطين البيبي نزل ملظلظ. لا هو مش نزل ملظلظ، هو في مشكله. عايز اقول لك يعني انا واحد من اخواتي نزل كبير فعلا، وفعلا والدتي كان عندها سكر واحنا كنا فاكرين ده صحه ان هو لا خالص، بيرجع يعني تاني وزنه بيقل تاني لما بيتظبط الدنيا دي، لكن طب مش حاجه صحيه خالص يعني. تمام. السكر بقى في الحمل، السكر هو في الحمل المفروض نسبته تبقى قد ايه؟ ما تزيدش عن كام؟ لو احنا الحاله صايم من 70 ل 110 ملي جرام بير ديسيليتر. 70 ل 110 طب ده حلو قوي. لكن لو علينا اكتر من كده احنا بنيجي في الشهر السادس بنعمل، لو احنا شاكين ان الحاله دي ممكن يجي لها سكر بنعمل تحليل معين، بنشرب الست 50 جرام جلوكوز ونستنى بعد ساعه. ونستنى انت حافظه لسه عامليه فلطيف. لو 140 او اقل خلاص كده ده طبيعي، لو اكتر من 140 خلاص احنا كده خلاص الست دي غالبا هتخش في سكر حمل، وهنبدا نتابعها كويس ونعمل منحنى سكر ونبدا نتابع حجم الجنين ونحدد ميعاد ولاده، لان من ضمن المخاطر اللي احنا بنبقى عايزين نتفاداها تماما في السكر ان البيبي ده ممكن يحصل له وفاه داخل الرحم فجاه. انا طول عمري اعرف ان الضغط لا مش السكر لا اللي يعمل كده. لا الوفاه فجاه داخل الرحم لا ده سكر. معقول؟ بالظبط. كنت قلت لي معلومه برضو غريبه ان البيبي بينزل اصلا سكره واطي، بينزل وانا سكره. كنت فاكره العكس. بالظبط، لان هو بيبقى اتعود داخل الرحم على ان السكر بتاع الام دايما عالي لو هو مش متظبط. فاول ما بينزل المنحنى ده خالص، فلازم يتحط تحت الملاحظه 24 ساعه لغايه لما نطمن ان هو رضع كويس والسكر ما بينزلش. هو كده بقى مريض سكر؟ لا هو ما بقاش مريض سكر، بس في احتماليه ان هو لما يكبر يبقى معرض لسكر بنسبه مثلا 20%. طب انا لو ست عاديه وجايه عادي خالص، ايه الحاجات اللي تخليكي تشكي ان انا ممكن يجي لي سكر حمل؟ لو احنا عملنا احنا اي ست حامل بتيجي تتابع عندنا بنعمل لها شويه تحاليل روتينيه كده، لو لقيت ان مثلا في حمض اليوريك ده عالي شويه ده بيبقى مؤشر ان ممكن بعد كده الست دي يجي لها سكر. وفي كذا حاجه تانية، ان السكر نفسه الصايم لقيته مش بوردر لاين، هو اصلا مش مظبوط، مش مظبوط خلاص. احنا كده كده السكر حتى في الناس اللي غير حوامل بيكتشف فجاه، يعني هي مفيش ست بتبقى عارفه ان هي عندها سكر حاجة هتحصل. او راجل او اي حد انت فجاه بتحللي ايه ده دخل اصل زعل اصل مش عارفه ايه بالظبط ده جاله السكر فجاه. لا طبعا هو بيكتشف فجاه لكن هو اوريدي موجود بس احنا اللي مش بالزبط. عارفين بالظبط، بس اكتشف امتى بقى على حسب. طيب برضو من ضمن الحاجات او من ضمن الحاجات اللي بتندرج تحت الحمل الحرج المشيمه الملتصقه والمشيمه المتقدمه. ما هو احنا هنيجي نقول ان من ضمن اسباب ان ممكن يبقى في حمل حرج تعدد الولادات القيصريه اللي هي بقت موضه ما كل الناس دلوقتي بتولد قيصري. خلاص هو ده بقى سيستم. بالظبط، ما يعني مش هنتكلم في النقطه دي، بس احنا الولادات القيصريه طبيعي يا دكتور تستنى. طبعا طبعا طبعا، والصح ان احنا نستنى. طب ما عندكيش ما يعني او احنا بصي من الاخر يعني انا في الاخر خلاص عايزه دلوقتي تعب. يعني شوفوا ادخل اولد دلوقتي، فيمكن ده من الحاجات اللي بتخلي الدكتور يتخنق من مني انا كمريضه. طبعا الحالات الخاصه كمان بالذات يمكن ده ما بيحصلش في الحكومه، الحالات الخاصه هي بتيجي تقول لك انا عايزه اولد قيصري يا دكتور، انا مش هستحمل الالم، مش عايزه استحمل الالم وعايزه اصبغ شعري واعمل كل حاجه. على فكره في الولاده الطبيعي برضو كده، يعني ما احنا عندنا دلوقتي ولاده بدون الم في كل الولادات خالص. في الولاده الطبيعيه مفيش اي الم بدون الم، احنا بناخد حقنه اسمها الايبيديورال من اول ما الست بيجي لها الوجع وتدخل المستشفى ما بتحسش بالولاده لغايه لما بتروح. طب امال احنا مضايقين ليه؟ طب بتولدوا قيصري ليه يا جماعه؟ علشان احنا عندنا ثقافه، يعني الثقافات بتتعدد. اول ما حد يولد قيصري خلاص كل الناس بتعود ده بيولد كذا، ده ارتاح، ده دخل. مع ان الجرح صعب جدا. الاثنين صعب، بس المهم انت تولدي صح من غير ما تخشي في مخاطر لا انت ولا الجنين. ففي حالات انتم مضطرين تولدوا فيها قيصري. ايوه هي حالتها ما تنفعش غير كده. طب هو ده بيبقى عيب في الولاده القيصريه مثلا؟ الحاجه المستخدمه مش نظيفه، العمليه ما كانتش صح؟ خالص لا، المشيمه دي ده وضع، المشيمه بتتكون عشان توصل الاكسجين والغذاء للطفل وتتخلص من الاخراجات يعني. تمام؟ تمام. المفروض ان هي بتتكون في مكان وتبدا مع نمو الجنين يبدا يتحرك مكانها لغايه لما تبقى في المكان المناسب اللي هو المظبوط.
لو الوضع ده اتغير وبقى تحت، هنبدا نشوف تحت بس ولا تحت والتصق في مكان الجرح القديم، وهو هنا المشاكل اللي بتبدا. وتحت فين؟ تحت قريب من عنق الرحم ولا في نص عنق الرحم؟ الموضوع ده كبير جدا. ده امتى يعني؟ انا من اول الحمل بعرف ان انا عندي مشكله. لا لا، مش في اول الحمل خالص، لا في الشهر السابع. السابع احنا متاخر خالص، ده يا خلاص يعني. اه بالظبط، عشان كده احنا يعني السونار بالدوبلر الملون ده مهم جدا عشان اشوف هي اخترقت جدار الرحم ولا لا، واخترقت لغايه فين، لا عدت لجدار المثانه، لان طبعا انا حاسه بتكلم على مثلا ورم او حاجه. ما هو للاسف هي بتتعامل كانها ورم لو اتثبت، اه لان هي ممكن لا قدر الله الحاله دي ممكن يوصل ان احنا نشيل الرحم تماما، ودي حاجه احنا ما نرضوهاش تماما. يعني احنا بنحاول نحافظ على الرحم للست حتى لو هي مش ناويه تحمل تاني. اه طبعا. طب يعني انا نسبه حدوثه في الحمل الاول قليله؟ قليله، لكن في لكن كل ممكن مرة تكون وضع المشيمه نازل، لكن مش هتبقى ملتصقه، صعب. طيب انا محتاجه اولد في مستشفى عاديه؟ لا خالص، ولا مستشفى خاص ولا الوضع ايه؟ مستشفى مجهزه فيها تيم ورك، فيها فريق عمل متكامل، فيها بنك دم، فيها عنايه مركزه، فيها دكتور مسالك بوليه. مكبرين الموضوع لمصلحه الام والجنين؟ يعني احنا مش اوفر يعني؟ ساعات ست كده تيجي تقول ايه الاوفر ده، ايه اللي هيحصل يعني؟ حكايه مش مستاهله. لا والله، لو احنا لا هو لو حمل حرك فعلا، حالات من اللي احنا مولدينهم ومتابعينهم هيقولوا ان انا بقول الكلام ده بالظبط، بيحصل حاجات فجاه وبالظبط، عشان وهي يعني لما بترجع وتلاقي ان احنا حافظنا عن الرحم وان هي رجعت طلعت بالسلامه ومفيش مشاكل، يعني بتنبسط جدا يعني. بالنسبه كبيره بحتاج حضانه؟ لو احنا بدانا فتحنا بدري اه ممكن نحتاج، وفي حالات بنحتاج نفتح فيها بدري اه عشان ما يحصلش اختراق اكتر من اللازم للمشي. كنت قلت لي برضو دكتور الحالات اللي حصل لها اجهاض متكرر دي حمل حرج. تمام، ليه بقى يعني؟ عشان احنا قلنا في الاول ان احنا عايزين ام وجنين سلام من غير اي مخاطر، فاللي اجهضت كذا مره هي نفسيا محطمه، هي عايزه عايزه نهايه سعيده، عايزه نون. صح صح، وده حاجه مهمه يعني. هو الحمل الحرج اصلا خطر على ماما ولا على البيبي؟ حالات كده وحالات كده، واحنا مش عايزين الاثنين يعني. هو مش شرط يكون الخطوره كلها على البيبي؟ لا لا، ساعات الخطوره بتبقى على الام اكتر. طبعا لو ام عندها مرض قلب او كلى او كبد، ده لو هو هيزيد اثناء الحمل او هيحصل مشكله فيه هياثر على صحه الام. لو الام عندها انيميا او الانيميا دي بتزيد وما بتتعالجش، لا كل ده هيأثر على صحة الأم. الأنيميا من ضمن حالات الحمل الحرج؟ لو أنيميا كتيرة، مش الأنيميا العادية. اللي هي نسبتها قد إيه بقى؟ أقل من 8.5. أقل من 8.5. لكن 9 و10 ده بيتعالج وبنرفعه؟ ده بيتعالج اه طبعا. اه طبعا. إيه مخزون الحديد برضو؟ يعني في دكاترة تقول لا أصل أنت عندك مخزون الحديد قليل بس الأنيميا تمام. ده صح؟ بالظبط، لأن الأنيميا يعني الهيموجلوبين اللي إحنا بنعمله ده في صورة الدم الكامل ده آخر حاجة بتتأثر. آخر حاجة؟ آخر حاجة، يعني ممكن أبقى عاملاه وكويس لغايه الاخر او متوسط او يعني شغال معيشني اه يعني مش محتاجه حاجه، لكن اعمل مخزون الحديد الاقيه قليل جدا. فكده احنا عارفين ان الست دي لو ولدت او يعني حصل نزيف بسيط او فقدنا نسبه دم بسيط، لا هي ممكن صحتها في حالة خطره. فمخزون الحديد ده مهم ان انا اعمله برضه بالظبط، بنعمله على طول من بدايه الشهر الرابع بانتظام يعني. امراض القلب تمام، بتابع مع حضرتك ولا بتابع مع دكتور قلب؟ الصح ايه؟ لازم احنا الاثنين يعني. انا لازم اتابع مع لازم دكتور اصل ساعات كده احنا بنتخانق، انا عايزه اروح لدكتورة النساء وبس يتعالج كل حاجه، الشرب كل حاجه. او هو برضو ساعات بيبقى فيه دكاتره اوفر. كنت مثلا بتابع مع دكتور اللي هو لو عملت يقول لي بس دكتور صدر دلوقتي، ليه ليه انا ما عملتش حاجه انا بتكلم، فبرضو ده ساعات بيبقى اوفر. ما تتكلميش فيها. مش كورونا والله. كل ما ابقى في مكان واعمل يبصوا يقولوا مش كورونا ده حساسيه. لا انا حامل خدوني. ايوه انا ظروفي صعبه. فحقيقي بجد يعني في دكاتره بتبقى اوفر قوي، ما اعرفش ده صح ولا دي وسوسه ولا ده ايه. في حاجات بتبقى اوريدي الحاله يعني ما فيهاش تدهور وهي كويسه وهي متابعه طول عمرها بالقلب ده، بس احنا بنخاف مثلا حالات الحمى الروماتيزميه يحصل لها. الحمى الروماتيزميه؟ اه طبعا. ده في طلع في حالات كتير قوي. في حالات كتير. اه ده يعني احنا ممكن يكون عندنا امراض زي كده وبنتعامل معاها عادي. دكتور النساء يعني بيشوف كل الحالات، لان الست بتروح له عندها كل الامراض، والست السليمه والست اللي فيها كل حاجه، مختلف غير كل تخصص لوحده. هو عنده تحولك لتخصص عنده اه عنده حاجته، لكن احنا للاسف بتجيلك هي حامل خلاص بقى ايا كان هي ظبطيها. بالظبط. بالتجميل. عينيا خلاص اتفقنا. فالحمى الروماتيزميه دي من الحالات اللي مش صح او مش الخطر قوي. ايوه يعني بنحافظ على الست ان ما يحصلش اي تدهور. الغده. الغده
الجده دي انا عندي غده على فكره. تمام. فانا كده ضمن حالات الحمل الحرجه صرت اتعامل ان انا حامل زي الفل. طول ما انت مظبطه وبتاخدي علاجك كويس بانتظام انت كويسه والبيبي كويس. مش هيطلع عنده غده؟ لا. ده نهائي ولا نهائي. ممكن كده كده لا ان شاء الله ما يطلعش. هو انت كده ولا كده بيتعمل له خلال اول اسبوع، ده روتين في وزاره الصحه، بيتعمل له تحليل الغده الدرقيه. طيب انا دلوقتي المفروض زي ما قلنا اتابع مع تيم، ما اتابعش مع الدكتوره وبس اللي انا بتاعه النساء والتوليد؟ كده كده انا عندي النساء والتوليد اول لما يلاقي مشكله والمشكله دي محتاجه حد على طول هيبلغك، وهو ده فايده الحمل الحرج ان انا مش بسيبك، احنا طول الوقت احنا مع بعض يعني، لان ان هي معايا فانا لازم طول الوقت تبقى انت كويسه. والمتابعه بتبقى مختلفه، ان هي بتبقى كل اسبوع في فحوصات زياده بتحصل للحمل الحرج مثلا؟ على حسب الحاله، كل حاله ليها تحاليلها الخاصه بيها، السكر بيعمل منحنى سكر، والضغط بيعمل تحاليل وظائف كلى وحمض اليوريك، وكل حاله ليها تحاليل. طيب هو برضو في السونار وفي الدوبلر وفي الفور دي، وانا كل ده فاكره ان كل دول حاجه واحده، والفور دي بتاعت صوره البيبي يعني. تمام. لا صوت اللي انت هتتفرجي عليها، دكاتره الطب الجنين مش هم مالهمش دعوه. لا مالهمش، طب الجنين ده حاجه تانيه طبعا. انت عندك في العياده سونار ودوبلر والفور دي. تمام. انا في الحمل الحرج هحتاج انهي منهم ولا هحتاجهم كلهم؟ كلهم كلهم. هو السونار بيفرق ايه عن الدوبلر عن الفور دي؟ هيفرقوا ايه؟ السونار اللي هو بشوف البيبي الحاجات الرئيسيه اللي هو بالابيض واسود بالاخر. تمام. تمام. الدوبلر الملون ده انا بشوف الاوعيه الدمويه، الحبل السري، الدم اللي داخل البيبي واللي طالع له، الوعاء، المخ، الاورده والشرايين، الدم وصل ازاي البيبي كويس ولا لا. تمام. تمام. الفور دي ده احنا بنحتاجه بيتعمل مرتين او ثلاثه. تمام. على حسب لو الحاله انا عارفه ان قبل كده كان في عيوب خلقيه في الجنين، كان في مشاكل تلعب عيب خلقي في القلب، لازم بيتعمل عشان من بدري بدري ابقى عارفه فعلا البيبي ده فيه مشكله ولا لا. ده اساسي. تمام. طب للحالات الحمل الحرج، الحمل الحرج هو في تحاليل انا ممكن اعملها لو انا حصل لي مشكله قبل كده البيبي الاولاني كان فيه تشوهات، ولا انا هدخل الحمل بقى وزي ما يحصل؟ لا طبعا، لو في حاجه وراثيه بنحتاج تحاليل كروموزومات وجينات بتتعمل من قبل الحمل خالص. في تحاليل يعني بتبين بالظبط؟ تمام. يعني ما هو في متلازمات، لما جيت ادخل الحمل قعدت اسال، قعدوا يقولوا لي مفيش حاجه هتبين لك حاجه، وانت مين قال لك الكلام ده والكلام ده؟ لو في متلازمات دي بيبقى لها تحاليل معينه، لو خاصه بالكروموزومات بيبقى معروف ان ده هيتكرر ولا لا، ان لو جابت الولاد ده بيتكرر في الولاد بس، لا ده بيتكرر في البنات. هو في حاجات بتتكرر في الولاد بس؟ اه طبعا. زي ايه مثلا؟ لا زي ايه؟ دي حاجات بتتعمل في التحليل يعني، مش هم بيقولوا لي بالظبط. اه يعني المتلازمه دي بتوصل لما عملت الفور دي، فراح الدكتور كتب لي اروح اعمل تحليل كروموسومات او حاجه زي كده، ما كنتش فاهمه يعني ايه مشكلتك، فقالوا لي بيقولوا لي نسبه ان هيحصل داون ولا لا. هقول لك النسبه، الداون يعني متلازمه الداون دي، لا دي يعني متعلقه اكتر بالسن الام، لو عدى 35 سنه يعني بنبقى شاكين، ودي بتبان بالسونار. هو سن الام ايه الافضل في يعني في الحمل؟ كنت يعني قلتي معلومه كده اكتر من 17 سنه واقل من 35. صور يا دكتور. طبعا هو كل الريفيوز اللي عند حضرتك على الصفحه تحفه جدا، الناس مبسوطه، انت بتشيلي الولاد بقى خلاص، عيالك بقى يعني. ايوه هم ولادي بيجوا وعايزين يشوفوا كل الحاجات، وعايزين الدكتوره بتاعتهم. لسه امبارح قالت لي انا جايبها لك عشان تتصوري. ايوه انت اللي جبتيها، انت اللي تعبتي معايا. فلا هو كل الصور اصلا تحسي ان هم خلاص انتوا من العيله، وانت حتى اللي بيجي الولاد يعمل شقاوه في العياده بيقول لي ابنك. كنت بتجيبوا الولاد العياده؟ لا بس دلوقتي، لا دلوقتي ممنوع عشان في الكورونا. اه طبعا. الكورونا وضعها ايه؟ اما اجي اولد اعمل ايه؟ انا قلقانه، يا ده مش انا بس، كل ام قلقانه في الكورونا، كل الناس قلقانين. بس يعني الحمد لله، الحمد لله يعني طول ما في الاجراءات الاحترازيه الحمل يعني ما فيش حاجه بتقول ولا دراسه بتقول ان هي اكثر عرضه للعدوى من الناس العاديه. لا خالص. اما بيقولوا المناعه بتاعتها قليله فهتبقى اكثر عرضه، ده لو لا قدر الله حصل عدوى اختلاط او يعني او اختلاط، لكن طول ما احنا ماشيين بالاجراءات الاحترازيه ان شاء الله ما فيش حاجه يعني. الولاده الطبيعي احسن ولا القيصري مع الكورونا؟ اصل بيقولوا لما تتولد طبيعي هتاخد مناعه مكتسبه من ماما، وماما ترضعك طبيعي، فانت كده مش هتجيلك كورونا. ماما هترضع طبيعي سواء والد الطبيعي او قيصري، ده مش ممنوع في الكورونا، ما حدش قال الرضاعه ممنوعه في الكورونا. يعني في ناس ما بيبقاش ظروفها سامحه او كده فبيقولوا لا حاولي ترضعي طبيعي على قد ما تقدري، او في ستات بتستسهل يعني. لا هو طبعا الرضاعه الطبيعي دي مهمه على كل المستويات، في كورونا ما فيش كورونا، الرضاعه الطبيعي هتدي مناعه طبعا للطفل طبيعي. والقيصري احسن ولا الطبيعي في الكورونا؟
على حسب الحاله، ما في مش عارف مش كورونا مالهاش دعوه، مش هي اللي بتحدد نوع الولاده، المهم ان احنا ناخد اجراءاتنا الاحترازيه في كل حاجه، سواء المستشفى سواء الدكتور سواء المريض. طب انا لما اجي اقيس ضغط تمام، الصح اقيسه فين؟ في المستشفى ولا في الصيدليه ولا عند حضرتك؟ لان ساعات انا بقيس ضغط في الصيدليه الاقي رقم، اروح المستشفى الاقي رقم، اجي عند حضرتك الاقي رقم، انا بقى ضغطي عالي ولا واطي مش عارفه. لا هو طبعا لازم يتقاس في مكان، يعني المفروض ان عندي طبعا او في العياده عند الدكتور ده اكيد، يعني وهو مش هيبقى اوحش او احسن من المستشفى، يعني لازم يف المستشفى يف عند دكتور، لكن في الصيدليه لا مش كل الاجهزه، لان معظم الصيدليات اجهزه ديجيتال. هو ده احسن ولا اوحش؟ لا دي بتبقى محتاجه معيار بطريقه معينه، لكن الجهاز الزئبقي، جهاز الضغط الزئبقي ده ادق، ده ادق واحد، ده ادق واحد، ويفضل يكون عند دكتوره مش من الولد اللي واقف في الصيدليه. بالظبط يعني. بالظبط، لان برضو التريننج هيفرق، وال غير زي ما بقول لك الاجهزه الديجيتال بتحتاج معيار تتعاير كل شويه ان هي مظبوطه ولا لا، لان ممكن اصلا الجهاز يكون مش مظبوط. طيب الضغط الواطي ده بيحطني في حمل حرج؟ لا الحمل نفسه بيقلل الضغط شويه، بس طول ما احنا في حدود الطبيعي مفيش مشكله. يعني او الطبيعي ان هو يكون واطي، اصل احنا بنشتكي يعني هتلاقي لو حد ضغطه 120 80 في العادي، في الحمل هتلاقيه 110 70 170، ده كده كله طبيعي، ده كده طبيعي جدا ومفيش اي مشكله. السكر، الانسولين، صح ان انا اخد انسولين في الحمل ولا ده من الحاجات الغلط؟ لا مش غلط خالص، يعني ده امن سيف ايمن طول الحمل. طيب كان برضو في اسئله جات لنا على الصفحه، ان في واحده 45 سنه هي عندها الدوره بتاعتها غير منتظمه. كانت منتظمه جدا، يعني هي كاتبه كانت منتظمه جدا. تمام. لحد من سنه بقت بتجيلها كل شهرين او كل ثلاثه، ولما بتيجي بتيجي مش كتير. تمام. المفروض انا اعمل ايه؟ اكشف ولا انا خلاص كده البريود بتقطع، ولا الوضع عامل ازاي؟ طيب احنا المفروض نطمنها مبدئيا ان احنا فوق ال40 بيبدا يحصل تغير في الهرمونات شويه، فيبدا يحصل لخبطه الى حد ما في معدل البريود، ان هي تقطع شهر وتيجي شهر زي ما هي بتقول، او ان هي تيجي مره عباره عن نقط بسيطه ومره تانية تيجي نزيف كتير. كل الحاجات دي خاصه ببعد ال40، لان احنا داخلين لقرب سن الياس. طبعا احنا مالناش دعوه، الستات مالهاش دعوه بالكلام ده، احنا عندنا حاجات تجميل هترجعنا تاني، مفيش هنرجع تاني خلاص اتفقنا. فسن الياس تقريبا من 45 ل 55 سنه، فاحنا كل دي لخبطه عاديه، فدي لخبطه عاديه، بس احنا تروح للدكتور نتابع، لو الدم لقيته كتير، لكن طول ما هو شهرين وبترجع عادي، 3 شهور وبترجع عادي مفيش مشكله، وممكن نتاكد بتحليل معين كده نطمن ان خلاص الدوره فعلا في طريقها ان هي للانقطاع ولا لا. في تحليل بيبين، تحليل بيبين كده اسمه الاف اس اتش. اف اس اتش اسمعيه بقى عشان هي بعت لنا، اسمعيه عشان تعملي الاف اس اتش. تمام تمام. لكن لو الدوره قطعت اكتر من 6 شهور ونزل دم ايا كان كميته قليل كتير، لازم نتوجه لاقرب دكتور بتاعها. الفتره هتفرق، 6 شهور ده كده كارثه، اكتر من 6 شهور كده في مشكله، لازم نعرف دي لخبطه في الهرمونات، في لا قدر الله ورم حميد ورم خبيث ايا كان، لازم هنلجا للدكتور بتاعها عشان نتابع. لكن طول ما احنا اقل من 6 شهور زي ما حضرتك بتقولي 3 شهور لا ده طبيعي جدا، نعمل بس التحليل ده نشوف الدوره في طريقها للانقطاع ولا لا. معلش احنا كنا سالنا سؤال ورحنا للصور، السن ايه المناسب، وانهي سن لما الست تكون حامل فيه ده بيعتبر حمل حرج؟ احنا السن المناسب من اكتر من 17 سنه لغايه 35، اكتر من كده لينا مخاطر، واقل من كده لينا مخاطر، اقل من كده لان بتبقى لسه البنوده في بيحصل نضج في الجهاز التناسلي، ده بيحطها في حمل حرج، بيحطها في حمل حرج لان وضع الجنين ممكن يكون غير الطبيعي، بيحط الجنين في اوضاع مختلفه على حسب نمو الجهاز التناسلي عندها. الدنيا ما بتبقاش مظبوطه زي الست اللي حتى الجواز دلوقتي 18 سنه يعني الرسمي، فده مش ده حاجه طبعا بيرجعوا للدكاتره عشان ياخدوا كلام فوق 35 ده بس احنا يعني برضو عشان برضو الناس ما تقلقش، احنا دلوقتي سن الزواج ارتفع شويه ارتفع قوي بقى 30 اساسا بالظبط، يعني بس ما فيش حد دلوقتي ما بيتابعش حمل، فطول ما احنا بنتابع والدنيا كويسه ان شاء الله ما يحصلش مشاكل ان شاء الله. طيب السكر كنا قلنا عليه، ما انا عندي مشكله في الحمل ان انا طول الوقت عايزه اكل حاجه حلوه، تمام، نفسي مفتوحه قوي للحلويات، اعمل ايه؟ بصي انا عندي مقوله يمكن زبايني كلهم عارفينها، ان انا في العياده اقول لهم لو تيجي الست في الاول بترجع وتقول لي دكتوره ما بتاكلش دكتوره، بموت. اقول لها استني بعد الشهر الرابع هتقفلي الثلاجه عليها. كنت اقول بموت يا دكتور وضغطي واطي، يقول لي استني بس. بصي احنا من ضمن الدراسات اللي احنا بنعملها، وانا عامله دبلومه في التغذيه العلاجيه علشان خاطر حالاتي مش عشان التغذيه نفسها،
ده علشان خاطر حالتنا، فاحنا بنعمل لهم نظام غذائي يمشوا عليه. يعني بيبقى مكتوب لها في الملف بتاعها اول 3 شهور ناكل ايه ونشرب ايه، في الثلاث شهور اللي في النص اخر 3 شهور ناكل ايه. فاحنا هو في سيستم لكل كام شهر؟ طبعا مش في كل حاجه، كل كام شهر كده لنا. يعني الست اللي بترجع في اول 3 شهور دي، لو هقول لها روحي اشربي لبن الصبح وبالليل وكلي مش عارفه ايه، هي بترجع طول الوقت. انا اول مره اعرف على فكره. يعني بروح للدكتور فبيقول لي طبعا معروفه تاكلي ده الصبح وهتشربي لبن مش عارفه امتى. لا لا لا. طبعا انا باخد الورقه وبقطعها وبرميها لان انا تعبانه. تعبانه بالظبط. لا طبعا، لما بنيجي بقى في الثلاث شهور اللي في النص دول اكتر وقت الجنين فيه بينمو وبيسحب كل العناصر من الام، فاحنا بنبقى محتاجين فعلا نزود. ما ينفعش اصل انا بشرب يا دكتوره كويس او انا باكل كويس ما تدينيش علاجات، ما تدينيش فيتامينز، او العكس. او العكس، انا بعتمد على الفيتامينات. انا اديني فيتامينز، انا ما باكلش، انا ما بحبش الالبان، منتجات الالبان انا ما باكلهاش تماما. لا ده غلط وده غلط. احنا لينا متطلباتنا العاديه ولينا متطلبات للنونو جوه. فالكبسول او الدواء ده متطلب البيبي بالظبط، لكن الاكل ده بتاعي انا بالظبط. فاحنا لازم نظبطهم عشان الاثنين يبقوا كويسين، مش الست تولد لها مرتين ونلاقيها بعد كده كل العظم بتاعها بيوجعها والكالسيوم باظ والسنين باظ. احنا هنيجي نظبط، احنا هنيجي برضه. بس يا دكتور انت تعملي كل حاجه في العياده بس كده خلاص. طيب يعني السمنه بتحطيني في حمل حرج؟ طبعا، عشان السمنه المفرطه مش اي سمنه. اه السمنه بتعرض الست عامه او اي حد عنده سمنه لاعراض كتير، لان انت تخشي في ضغط سكر جلطات. السمنه ممكن تعملي ضغط؟ اه طبعا، انا عارفه سكر، الكوليسترول بيدخل والدهون الثلاثيه. ياه فعلا. فدي ممكن تعمل لي اثناء الحمل مشكلة والبيبي ما يكملش. تدخلنا في حمل حرج على طول، لان هتقلبنا لضغط عالي او تسمم حمل، هتقلبنا لسكر. فاحنا من الاول بنبقى مظبطين. طب طمنيني على نفسي. لا انت مش الوزن الطبيعي المفروض ازيده يكون قد ايه؟ يعني باعتزاز كده. لا بصي، لو ست وزنها طبيعي في معدل الطبيعي ممكن تزيد من 12 ل 15 كيلو في الحمل، وده ما فيهوش مشكله. ده امان. ده امان. طب حلو اهو، ماشي مش وحشين. تمام. ولو انا اوريدي تخينه؟ لو انت اوريدي تخينه هتزيدي اقل من كده، ممكن 7 8 كيلو اقل. مش اكتر. ده عكس ما احنا فاكرين. عكس ما احنا فاكرين. والرفيعين بيزيدوا اكتر بكتير، من 15 ل 20. فعلا؟ وده بينزل بعد قد ايه مثلا؟ يعني بعد قد ايه ابدا اعرف ايه بتاعي وايه مش بتاعي؟ يعني ده كان بعد ما عادي 6 اسابيع من الولاده. 6 اسابيع من الولاده بالظبط. طيب آه، الحقن المجهري ده من حالات الحمل الحرج. هنرجع تاني، يعني احنا قعدنا كتير نفسيتنا تعبانه محتاجين نونو، اخذنا وصرفنا فلوس كتير برضه. اه طبعا طبعا. فلازم يبقى مش من اول مره ناجح. طبعا طبعا، يعني كل حاله غير الثانيه، وعلى حسب سبب الحقن اصلا كان ايه، فدي هتختلف من حاله للثانيه. فلازم ان شاء الله ان شاء الله بيبقى الدكتور يعني عايز يفرح العيله دي. الحاله نفسها حرجه. آه مش مش الحل كله يعني نفسيا دي حاله عيله بحالها، مش الام بس. اه بالظبط. في حاجه بس اخيره، ان مؤخرا كده عمالين يقولوا على شد البطن. تمام تمام. وشد كلي وشد جزئي وشد مع الولاده وشد بعد الولاده، وانت بتعملي اصلا يا دكتور شد تاني خالص اساسا. بالراحه كده قولي لي الشد اللي عند حضرتك والشد اللي اوريدي بيتعمل دلوقتي. تمام. الشد اللي عندي ليه مميزات، ان هو مش هنخش في عمليه، يعني مش وقت القيصري. لا مش وقت القيصري، اللي بيتعمل عندي ده بيتعمل في العياده، ده الحالات خلال تلت ساعه. بنستخدم جهاز ليزر، فراكشر ليزر او جهاز هايفو، اللي هو شبه جهاز السونار كده بتردد حراري عالي. تمام. ودي للحالات اللي برضو ما عندهاش ترهلات كتير ومش ولدت 4-5 مرات، فده ليه حالته عشان نبقى يعني يعني البطن اول مره والدنيا لطيفه فعايزه تشدها بالظبط، هترجع وممكن يبقى في حمل بعدها عادي جدا. عادي ما فيش مشكله. لكن الحمل الترهلات بقى والشد البطن الجزئي والكلي دي عمليه، وعمليه كبيره. طيب يعني في حالات بتعملها اثناء الحمل، لو اثناء الولاده سوري، لو تمام. نفع. ودكاتره التجميل واحنا ما بنحبهاش اثناء الولاده قوي، يعني لان الجسم بيبقى فيه ميه كتير من الحمل ولسه مش مظبوط، فالجرح بعديها بعد كام شهر كده ما بيطلعش زي ما كانت هي عايزاه، يعني مش بنفس. يعني البطن مش بتختفي تماما فعلا زي ما احنا فاكرين؟ هتختفي، بس مكان الجرح والشكل التجميل مش هتبقى مرضيه قوي زي لو احنا عملناه في وقت تاني بعد الولاده بثلاث او ست شهور.
يعني الافضل ان انا بعد 3 او 6 شهور ادخل عمليه كامله بالظبط اعمل فيها الشد، تظبط الشد كله. او لو من اول بيبي ممكن اجي في العياده ده من غير اي عمليه خالص، من غير اي عمليه، في ساعتها قاعده كده مريحه مبسوطه. أيوة. يعني ما لحقتنيش ليه؟ قولي لي طيب ليه لسه احنا موجودين ما ده تاني وماله ما برضه تاني بس انت لسه زغنطوط. لا لا مش باينه يا دكتور صدقيني. بس ده حلو جدا ان انا من غير اي حاجه خالص، لان انا سامعه ان هي عمليه صعبه جدا ومع جرح القيصري الموضوع مؤلم بطريقه مش طبيعيه، عشان بتاخد وقت طويله. يعني احنا يعني القيصريه بتاخد نص ساعه تقريبا، انت بتقعدي 4 ساعات في العمليه. مش هعملها، انا جايه لك. جايه مستنياكي. خلاص كده. لا انا اجي لك بقى على الولاده في الحلقه الجايه. ايوه لا احنا هنيجي ونطلع المستشفى. نورتيني بجد والله، مبسوطه جدا جدا انك كنت معايا يا دكتور، فرحانه كمان انك عامله حاجه مختلفه، وفرحانه انك من اسكندريه عشان تبقي جنبي طبعا مصلحتي. نورتيني طبعا، ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش اخر مره مع بعض باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اسيبكم شويه صغيرين برضو وهنرجع لكم مع فقره حلوه قوي.